أنتم على قناة الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز عناوينها. تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، في المقابل تماثل 233 حالة جديدة للشفاء. علمي مغربي بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي يصمم المستجد، تم إخضاعه لعمليات التحقق في المراكز البيولوجية والفيروسية المرجعية على المستويين الوطني والدولي. اليوم العالمي للدراجات الهوائية، مناسبة للحديث عن هذه الوسيلة للنقل الصديقة للبيئة، وروبورتاج في الموضوع نسوقه لكم من مدينة مراكش. في جديد الحالة الوبائية ببلادنا، وحتى الساعة 10 من صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 7910 حالات. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض فارتفع إلى 6643 حالة بعد تماثل 233 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 206 إذ لم يتم تسجيل أي حالة جديدة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. قامت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي بتصميم طقم تشخيص لفيروس كوفيد-19 مغربي 100%، وقامت المؤسسة بمجرد تطوير هذا الاختبار في مختبرات البيولوجيا الطبية التابعة لها بإخضاعه لسلسلة من عمليات التحقق في المراكز البيولوجية والفيروسية المرجعية على المستويين الوطني والدولي، وبالأخص من طرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا مؤسسة باستر بباريس، والتي مكنت من إثبات نجاعته وفعاليته وبدقته وبدرجته العالية من الحساسية والموثوقية، وكذا بتكلفته المتحكم فيها. روبورتاج في الموضوع مع عبد الرحيم بن شيخي، نسرين حمداوي، وعبد العلي عياد. طقم تشخيص للفحص عن كوفيد-19 يتميز بالدقة وبدرجة عالية من الحساسية والموثوقية، وكذا تكلفة متحكم فيها. وبمجرد تطويره في المختبرات البيولوجية الطبية، تم إخضاعه لسلسلة عمليات التحقق البيولوجية والفيروسية المرجعية التي مكنت من إثبات نجاعة وفعالية الاختبار حسب المؤسسة. هذا الطقم اللي طورت مؤسسة ماسير، اللي هو ماسير سارس كوف دو كيت، عنده عدة خاصيات كتمثل أولا في أنه طقم كيكشف على الفيروس سارس كوف دو بطريقة جد فعالة وجد حساسة، اللي بيناتها النتائج ديال التطبيقات اللي قمنا بها على الصعيد الدولي والوطني، واللي في مختبرات رجعية اللي اكدت ان هذا الطقم النتائج ديالو في التشخيص فهي مماثلة لكل ما هو يستعمل في جميع المختبرات الدولية والوطنية. وعقب التجارب وضع الاختبار في نفس مستوى الاختبارات المستخدمة على الصعيد الدولي. من المرتقب إنتاج حوالي 10,000 طقم من هنا الأواخر شهر يونيو إن شاء الله، وهذا الأطقم هذه سوف تمكننا من تغطية أو تلبية حاجيات السوق المغربية، وكذلك من ضمان استقلالية والأمن الصحي على المستوى الوطني إن شاء الله. إنجاز علمي يأتي في تنسيق دقيق مع المؤسسات والمصالح الوطنية المختصة في هذا المجال، حيث تمت المصادقة عليه من طرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذا مؤسسة باستور بباريس. وينضم إلينا اللحظة على المباشر السيد منير والطاسن، مدير تطوير المعاملات والتثمين، أهلا بك معنا. شكرا وشكرا على المواكبة.
بداية سيد وطاسن، كيف جاءت فكرة العمل على تصميم هذا الطقم، وما هي مكونات فريق البحث متعدد التخصصات الذي انكب على هذا العمل العلمي؟ صراحة في إطار المبادرات اللي أطلقها صاحب الجلالة والتعبئة الوطنية لمواجهة دونك جائحة كوفيد 19، ارتأت إدارة مصير بالتشاور مع مجموعة من الباحثين والمهندسين بالمؤسسة إطلاق مجموعة من المشاريع، ومن ضمن هذه المشاريع كان مشروع تطوير طقم RT-PCR لتشخيص مرض كوفيد. هذا المشروع جاء بناء على الخبرة اللي ركمتها المؤسسة وركمها الفريق العلمي ومن الباحثين طيلة 10 سنوات الأخيرة، واللي طور من خلالها مجموعة من أطقم أخرى لتشخيص بعض الأمراض السرطانية. الفريق مكون من باحثين وباحثات مغربيات 100% اللي هم خريجين المؤسسات والجامعات المغربية، والبعض منهم تلقى دراسات أو حضر الدكتوراه ديالو في الخارج. طيب سي وطاسن، ما هي مراحل تطوير ومميزات طقم تشخيص فيروس كوفيد الذي تم تصميمه من طرف فريق البحث العلمي للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي؟ المراحل ديال التجهيز او مراحل انجاز هذا المشروع كانت على 4 مراحل، والنقطه المهمه هو ان في اطار المواجهه ولا التواصل العلمي الدولي كان واحد مجموعه من المعلومات اللي كانت متوفره اللي مكنتنا اننا نطور هذا الطقم في ظرف 2 شهر، في حين ان بعض المرات كيخصنا مده اطول. المراحل كانت 4 مراحل. المرحله الاولى همت مراجعه مجموعه المنشورات العلميه اللي كانت متوفره في 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 هذا المجال واللي كتخص هذا الداء. المرحله الثانيه كانت تحديد الطريقه اللي غنتعاملوا بها مع الطقم، ولا الطريقه باش غنطوروا الطقم بالاعتماد على الخبرات اللي كانت عندنا في مؤسسه مصير. المرحله الثالثه كانت هي تصميم الطقم والتحسين ديالو. دونك مرنا من المرحله الاولى ديال الاختبار ديالو على مستوى المختبرات ديال مؤسسه مصير، والمرحله الرابعه كانت اعطاء ولا وضع رهن اشاره المختبرات المرجعيه، سواء الدرك الملكي سواء القوات المسلحه الملكيه او انسي او المعهد الفرنسي باستور، لمقارنه الفعاليه ديالو والتاكد من النجاعه ديالو والحساسيه ديالو بالنسبه للاطقم المتوفره في 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 السوق الدوليه. طيب اذا هل حصل هذا الطقم المصمم بالمغرب على المصادقه من طرف الجهات المختصه؟ حاليا وصلنا للمرحلة أننا حصلنا على الوثائق اللي كتأكد النجاعة ديالو والموثوقية ديالو، وهناك نوجه الشكر للمؤسسات اللي دعمتنا، سواء وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، قوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وكذلك مديرية الأدوية. الآن نحن في المرحلة الموالية اللي وضعنا جميع الوثائق للحصول على لوتوريزاسيون دو ميسيغ مارشي، يعني للحصول على التصريح اللي كيمكننا نوفروه ونوضعوه نهر انشاره المختبرات المرجعيه لاجراء هذه التحاليل وهذه التشخيصات. طيب سؤالي الاخير سي، ماشي تاخذ وقت كبير. نعم. يعني سؤالي نعم. الاخير سي وطاسن، متى سيتم اعتماد هذا الطقم للاستعمال الفعلي في عمليه التشخيص؟ مباشرة بعد الحصول على التصريحات، يعني لوتوريزاسيون ميس سور مارشي من وزارة الصحة، نحن ديجا في صدد إعداد الكميات الأولية من هذا من هذا من هذا الطقم لتوفيره، سواء لتأمين السيادة الوطنية في مجال تشخيص داء الكوفيد أو في إطار التعاون جنوب جنوب لتشخيص الكوفيد. السيد منير وطاسن، مدير المعاملات، مدير تطوير المعاملات والتثمين، كنت معنا مباشرة، نشكرك على كل هذه التوضيحات. ارتداء الكمامات الواقية إجراء وقائي للحد من تفشي وباء كوفيد 19، وللوقوف عن مدى توفر هذه الكمامات بالصيدليات وأسعارها، فريق الأولى أعد الروبورتاج التالي واستقصى آراء الصيادلة حول ذلك. وصال إمغري وأمين شرقاوي. إلزامية وضع الكمامات الواقية في الأماكن العامة إجراء احترازي للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، فمنذ بداية الحجر الصحي تم توزيعها في الصيدليات بأسعار في متناول المواطنين.
صناعة الكمامات عرفت تطورا كبيرا منذ أن تم الإعلان عن الحجر الصحي، حيث أصبح المغرب ينتج أنواعا عديدة من الكمامات تختلف من حيث الشكل والثمن. هناك كمامات مدعمة تباع بثمن 80 سنتيما للكمامة، وهناك من يفضل كمامات من القماش والتي تعرف إقبالا كبيرا. الصيادلة بدورهم يؤكدون وفرة الكمامات المدعمة بالسوق، في حين أن الكمامات الطبية توجد بكميات محدودة. الماسك هما أنواع، كاين المدعم اللي هو ديال 8 ديال الدرهم اللي كيحتوي على 10 ديال لي بيس، 10 ديال ديال العينات، وثانيا كاين العاد، كاين على حسب عاوتاني الطلب ديال الزبون، اللي كيعملوا 11 درهم، اللي كيعملوا 15 درهم، اللي كيعملوا، يعني كاين على كل واحد والطلب ديالو. بالصيدلية إذن يجد المواطن الكمامات المدعمة وأخرى مصنعة من الثوب. وفرة وتنوع في المنتوج يوازيه اختلاف في الثمن. الحركة التجارية بالرباط بدأت تستعيد عافيتها بشكل تدريجي بعد استئناف بعض المحلات لأنشطتها الاقتصادية، مع ما رافق ذلك من تدابير وقائية تفاديا لانتشار فيروس كورونا. تفاصيل أوفى في ريبورتاج رضا عمو وياسين مرافق. الحياة التجارية تعود من جديد بعاصمة المملكة، حركة دؤوبة في مختلف شوارعها بعدما كانت في الأمس القريب شبه منعدمة منذ إعلان حالات الطوارئ الصحية في مارس الماضي. استئناف هذه الحركة التجارية يتم بشكل تدريجي. نبداو مع 9:30 وكنساليو مع 5، والحركة البركة، البركة ما كاينش الحركة قليلة وإن كاين البركة. بالنسبة للإقبال ديال الناس هكا اللي غير دايزين باش ياخذوا شي حاجة قليل بصراحة، وأغلبية ديال لي كوموند اللي كناخذو كناخذهم في التليفون، شي كليان اللي ديجا ديالنا كنتمناو يرجع داكشي كيف ما كان شحال هادي. دونك الأغلبية اللي كيجيو الناس يتقداو كيتقداو هادشي لوليداتهم باش يتلاهو في الدار، شي حاجة ديال الكولوغياج ديال لي ديسان. في التزام تام بالإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء فيروس كوفيد-19، عادت المحلات التجارية لتستقبل زبنائها من جديد وتمارس نشاطها الاقتصادي في أحسن الظروف. وما كنخليوش دابا الناس يدخلوا، درنا المعقم ودرنا هادشي دابا اللي كتشوفوا، كيجي الواحد كيبغي يوقف على برا، كيبغي مسمار، كيبغي تورنوبيس، كيبغي بانس، راك عارف هادشي اللي بريكول، هادشي دابا اللي كاين حاليا. ويبقى الالتزام والتقيد بإجراءات السلامة الصحية من قبل أصحاب المحلات التجارية وزبنائهم من بين العوامل الكفيلة لعودة الحركية للعجلة الاقتصادية بالتراب الوطني. في إطار توسيع الخدمات الأمنية على صعيد ولاية أمن أكادير، تم تدشين المقر الجديد لمفوضية الشرطة بمدينة أيت ملول بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتقريب مختلف الخدمات الأمنية والاجتماعية لساكنة المدينة ونواحيها. حيجب تامك والمهدي الشطيبي. على مساحة 5000 متر مربع تم تدشين المقر الجديد لمفوضية الشرطة بأيت ملول في إطار توسيع الخدمات الأمنية على صعيد ولاية أمن أكادير، بنية تم إحداثها بمواصفة هندسية تنسجم مع التطور العمراني الذي تعرفه مدينة أيت ملول. بناء المقر الجديد من أجل المواكبة، كذلك من أجل تقديم خدمة أحسن وأفضل للمواطن والساكنة، وذلك تتمشى مع التعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله لاتصال السيد المدير العام على التفعيل ديالها والتنفيذ ديالها والتنزيل ديالها، وما تم هذا اليوم هذا بفضل هذا المقر هذا. فضاء يتوفر على العديد من المرافق الإدارية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتقريب مختلف الخدمات الأمنية لهم. كاينة خلية ديال استقبال النساء المعنفات اللي كيتم بسرعة إنجاز هذه الأبحاث بشأنها والانتقالات، مع دائما مراجعة النيابة العامة بهذا الخصوص. كذلك بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية على صعيد المصلحة المختصة، مع آخر المستلزمات
اللي كتطلبها من أجل إنجاز البطاقة التعريف الوطنية. ويأتي إحداث هذه المؤسسة الأمنية بأي تملول تجديدا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني والهادفة إلى تحديث وعصرنة البنيات الأمنية لتوفير الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. في الأخبار الدولية، يواصل فيروس كورونا انتشاره في أمريكا اللاتينية، وسجلت البرازيل أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تعود فيه الحياة إلى مجراها الطبيعي في أوروبا. زكية بالقاس. نسائم الحرية تعود إلى المدن الأوروبية، فبينما يستمتع الفرنسيون على عادتهم بارتياد المقاهي وزيارة المعالم السياحية، أصبح بإمكان الإيطاليين التنقل بين المدن مع احترام تدابير السلامة الصحية. أشتغل بميلانو، لم أكن أستطيع التنقل بين الجهات، والآن هذا ممكن، أستطيع أن أسافر وألتقي بوالدي بعد 3 أشهر من التباعد. ألمانيا، وعقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، أعلنت على لسان وزير الخارجية هايكو ماس عن قرارها رفع حظر السفر ابتداء من 15 يونيو، والقرار يخص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما البرازيل، ورغم أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا تجاوزت 30,000 وفاة، فتواصل البلاد تخفيف تدابير العزل ورفع القيود بحجة حماية الاقتصاد من الانهيار. بعد 9 أيام على مقتل جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي، تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة، رغم تهديدات الرئيس دونالد ترامب المصمم على إعادة فرض النظام ملوحا باستخدام الجيش. وانتشرت الاضطرابات منذ أسبوع إلى أن عمت أكثر من 100 مدينة أمريكية، مترافقة مع آلاف التوقيفات وعدد من القتلى. بالعاصمة الفرنسية باريس، اندلعت صدامات أمس على هامش تظاهرة محظورة شارك فيها حوالي 20,000 شخص للاحتجاج على عنف الشرطة الفرنسية، ونظمت بمبادرة من أقارب الشاب آدم تراوري الذي قتل أثناء توقيفه سنة 2016. هذه التظاهرات جرت في اليوم الذي صدر فيه تقرير طبي أعد بطلب من عائلة الشاب يتهم عناصر الدرك بالتسبب في وفاته. وننتقل إلى موضوع آخر. لساكنة مدينة مراكش علاقة وثيقة بالدراجة الهوائية لتعدد مزاياها، فهي ليست وسيلة نقل إيكولوجية فقط، بل لاستخدامها فوائد صحية وتأثيرات إيجابية على نفسية الأشخاص، خاصة في زمن كورونا. وبما أن اليوم هو اليوم العالمي، أو اليوم الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للدراجات الهوائية، نقترح عليكم الروبورتاج التالي من إعداد أمين علام والمعتصم بالله البعزاوي. للمراكشيين علاقة وطيدة بالدراجة الهوائية، اعتمدوها كوسيلة نقل إيكولوجية واقتصادية منذ عقود طويلة، فقربت المسافات ودابت بفضلها الفوارق الطبقية وكذلك الجنسية، إذ استعملت نساء مدينة مراكش الدراجة الهوائية منذ زمن بعيد. من القديم العلاقة نتاعت مراكش المراكشيين بالدراجة علاقة وطيدة جدا. علاش؟ لأن أولا مدينة مراكش كلها مسطحة، يعني ما فيهاش دوك الطلعات ولا سميتو، تيسهلوا على المراكشي باش يمشي، تكون وسيلة النقل ديالو هي الدراجة. في اليوم العالمي للدراجة الهوائية لابد من استحضار الجوانب الصحية لهذه الوسيلة. الأطباء ينصحون المواطنين باستعمالها للوقاية من العديد من الأمراض وللحفاظ على اللياقة البدنية. عندها دور في التنشيط ديال الجسم، وعندها دور كذلك في يعني في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وعندها دور كذلك في الوقاية من أمراض السكري، يعني باستهلاك الكالوريات الحرارية، وعندها كذلك دور في بالنسبة يعني للحفاظ على السمنة. يعني هذه كانت من المنصوح أنه من الرياضات اللي منصوح بها. للعديد من المراكشيين ولمن اختاروا الإقامة فيها من أجانب عشق خاص للدراجة الهوائية، إذ أضحت أسلوب حياة يفسح المجال للإنسياب بتأن في الأزقة والشوارع والتأمل في جمال هذه المدينة الساحرة.
عن عمر ناهز 80 عاما توفي مساء أمس الفنان المغربي محمد بشار المشهور فنيا بلقب زروال بعد صراع طويل مع المرض. الراحل يعد أحد أعمدة الثنائيات الكوميدية سنوات السبعينيات والثمانينيات رفقة الراحل خشبال. وبإحدى مصحات الرباط توفي المخرج المسرحي عبد الصمد دينيا ويعتبر الفقيد واحدا من رواد الإخراج المسرحي بالمغرب وأحد وجوهه البارزة الذين كان لهم إسهام كبير في الحركة المسرحية المغربية والسينما والتراث الشعبي إبداعا وتكوينا وتأطيرا. إن لله وإن إليه راجعون. ختاما تذكير بأبرز العناوين. تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المقابل تماثل 233 حالة جديدة للشفاء. فريق علمي مغربي بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي يصمم طقم تشخيص فيروس كورونا المستجد تم إخضاعه لعمليات التحقق في المراكز البيولوجية والفيروسية المرجعية على المستويين الوطني والدولي. اليوم العالمي للدراجات الهوائية مناسبة للحديث عن هذه الوسيلة للنقل الصديقة للبيئة وروبورتاج في الموضوع سقناه لكم من مدينة مراكش. شكرا على المتابعة، دمتم سالمين وإلى اللقاء.